احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولينين طوله شمال كله عالسكه وشغال الضربه القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبه احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولينين طوله شمال كله عالسكه وشغال الضربه القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي
الرجال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنعة انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي في دي القارة واتقال واحد فيها بطولينين طولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القاضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا الجماهير ملايين
تشجعنا وتقوينا. احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنعة انتم جايين بعدينا. احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا، الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولينين، كله شمال كله عالسكة وشغال، الضربة القاضية هتتشال، الاهلي معلم اجال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا.
سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي.